الركن الثالث قال إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة لأن لابد أن تؤخذ من أموال معينة في وقت معين بمقدار معين إلى طائفة معينة الأصناف الثمانية نعم وذكادي تقرم ذكادي بيرمكلك نعم تين ذكادي تقرم ذكادي بيرمكلك ذكادي تقرم özünün neme belli bir vaqtında belli bir kişiden belli bir müçbürü yetenne ve belli bir adamlara yani her bir adama zekat düşmüyor ya her bir adam zekat çıkarmaya şunun için zekatı yerine getirmek zekatı berca etmeklik değil ne şu zatları öz içine alıyor Naam el-rabi' savm ramazan dördüncüsü ramazan ayını azıklamaklık وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والله تعالى أي ولنما كعبة خجت مكلك كم خجت مكلك نما قادر ولا خجت مكلك يول تبصر شو الأدم واجب ولا خجت مكلك. أسأل الله أن يبلغنا وياكم الحج والله أعلم.